زوج وزوجة والأولاد نجلسوا في البحر ما يمكنناش، لحقاش كاين العرا، كاين اللي الدراري كيتكيفوا، كاين شي حوايج ما بقاش هذاك الشيء الاحترام اكثر. هذا الشيء اللي ولا عندنا هنا ما بقاش في اوروبا. انا وليداتي خاصني نغطي عليهم هذاك النظر على ان راه كاين في المجتمع ديالنا العرا وهذاك التخربيق، باش ما يبقاوش يديروا نفس الخطا. والله لا بزاف، راه ولينا كنمشيو مع والدينا وكنمشيو مع خوتنا كنبقاو غاديين وحشمانين. راه بحال البنت ديالي عندها 10 سنين ما يمكنليش ندير لها دوبياس، خاصني نلبس لها واحد الكسوه محترمه. بنادم اجي سكران يتبسل عليك ولا شي واحد كيكمي وحداك وينوضوا لك المشاكل وتسمع داك تخسر الهضره. وهذاك لي زار الصراحه كنشوفها كثرات هاد القضيه هادي ديال الباراسول ولي زار. لي زار مور سميتو كيحيد هذيك الجماليه ديال لي بلاج وكيحيد داك، واخا انا ما عنديش مع لا بلاج كيف ما شحال ما داروا داك النظام كيجي داك لا بلاج شويه اختلاط بالنسبه للعرا وداك الشيء ديال سميتو. اغرب ما شفت في البحر هي ان دابا الذكر والتي خاف اكثر من النتوه. شفت ماشي اي شفت مره شفت سرقه بعيني عينك، يعني ما كيحشموش، يعني السرقه ما كيشوفوش اللي قدامهم كيسرقوا. وبالنسبه للتحرش بالعينين، يعني راه كيشوف هذاك الشيء كيعجبو هذاك العرا وكيشوف، فهمتيني؟ يعني شفت انايا داك المواقف راه شفت. وكاينين تما شي كور كيلبسوا هذاك الدوبياس هما عندهم عادي، ولكن حنا مسلمين نورمالمون انسان يحتشم. عندنا واحد يعني الدين ديالنا ما يمكنناش يسمح لنا نبقاو نشوفوا هذاك المسخ. دابا ما يمكنناش انايا اصلا نمشي لهذاك البحر نجلس ونبقى نشوف ونتمنظر، نجي هنايا على حساب وليداتي باش نرتاح. هذا موضوع مهم. انا اغرب ما شفت في البحر هي ان دابا الذكر والتي خاف اكثر من النتوه. تلقى الدريه لابسه بيكيني غابر، هو غبر داك البيكيني، وتلقى الراجل جايب شورت يزار لابسه حتى لتحت ركابي خايف على راسه. ما فهمتش واش هو اللي ولا اكسيتي في المال ولا الدريه ليبر مونطالمون بسيشيكمو، فهمتيني؟ الدريه بسيشيكمو مرتاحه وهو مخلوع بحال اللي مرقوع. والسلام عليكم. بالنسبه للقضيه ديال هاد العرا ديال البحر تاع الدريات، ويعني بالنسبه العامه ديال النساء، ما نقدروش نجلسوا حنا في البحر مرتاحين على حساب العائله ديالنا، نجي زوج وزوجه والاولاد نجلسوا في البحر ما يمكنناش، لحقاش كاين العرا، كاين اللي الدراري كيتكيفوا، كاين شي حوايج ما بقاش هذاك الشيء الاحترام، الاحترام والمبادئ ما بقاش. باش انا نحترم راجلي وهو يحترمني وليداتي ما نقدرش. انا وليداتي خاصني نغطي عليهم هذاك النظر على ان راه كاين في المجتمع ديالنا العرا وهذاك التخربيق، باش ما يبقاوش يديروا نفس الخطا حتى هما يتعراو. بحال البنت ديالي عندها 10 سنين ما يمكنليش ندير لها دوبياس، خاصني نلبس لها واحد الكسوه محترمه. وحاليا يعني الحمد لله كنجيو هنايا مرتاحين، كنجي وليداتي كيعوموا لا تلقى لا مشاكل لا الحمد لله، وكنمشيو في حالتنا. اما بالنسبه للعرا كثر هذا الشيء اللي ولا عندنا هنا ما بقاش في اوروبا. والله لا بزاف، راه ولينا كنمشيو مع والدينا وكنمشيو مع خوتنا كنبقاو غاديين وحشمانين، كنبقاو تحت تشوفوها في الارض، ما بقيناش كنتمتعوا بهذه الجماليه ديال هذه على هذا. الصراحة النقطة هذه أنا كنفضل نمشي شي بلاصة نعوم فيها من غيرها. بالنسبة لهذ البلاصة هذه كنعوموا فيها بواحد الرياحية كثيرة، فهمتيني؟ ما كنتبرسطوش من ناحية ديال بنادم أجي سكران يتبسل عليك ولا شي واحد كيكمي وحداك وينوضوا لك المشاكل وتسمع داك تخسر الهضرة. أنا بعض الخطرات أنت كتشوفي هنايا راه عائلة الناس هنايا مع بعضياتهم، وأغلبية الناس ديال الحومة والناس ديال الساكنة ديال الرباط. المراهقة وهذا الوقت اللي رحنا فيه خطير جدا لا بالنسبة لهذا المجتمع من 2024، يعني لا يرثى له، فهمتني؟ هاد علاش حنا كنتجنبوا بهاد المشاكل باش حنا وليداتنا ما يتعرضوش نفس الاخطاء.
باش حتى هما يعوموا مستورين. وهذيك لي زار الصراحه كنشوفها كثرات هذه القضيه هذه ديال الباراسول ولي زار. لي زار مور سميتو كيحيد هذيك الجماليه ديال لي بلاج وكيحيد داك، واخا انا ما عنديش مع لا بلاج كيف ما شحال ما داروا داك النظام كيجي داك لا بلاج شويه اختلاط بالنسبه للعرا وداك الشيء ديال سميتو. راه هضرنا في هذا الشيء في الاول، اما بالنسبه لي زار في باراسول راه ما كتعرفش ما هو، ما تتشوفش ديك الجماليه ديال البحر وما كتعرفش بنادم شنو كيدير مور داك لي زار. كاين شحال من حاجه كتشوفهم كيجمعهم الشيشه المخدرات الشراب شحال من حاجه كيديروا مور داك لي زار. اما بالنسبه للعائلات راه حتى هما راه كيديروها بحال كيكونوا كيبغيو ياكلوا في خاطرهم. وكنفضل انا بنادم اللي بغى يعيش ديك القضيه ديال الصيف ويعيش زعما يمشي شي بحر ولا شي حاجه يفضل شي بحوره جاوا في الطبيعه كيكونوا خاويين و حتى لا جلسوا تيجلسوا في راحته. لي زار ربما هما على ما نظن هما باغي يستروا راسهم على حساب لي زار، وباش ما انسان باش ما يشوفش هذوك اللي موراهم اللي قدامهم وهذا، ربما هما باغيين يستروا راسهم على حساب لي زار. هذه قضيه زوينه، ولكن هنايا ما عندكش كديري باش ديري لي زار وتلبسي دو بياس راه غير تمشي للبحر، فهمتي؟ كاين هذاك يعني كاين الكسوه اللي مستور، كاين اللي باغي يستر راسو راه غادي يستر راسو، اللي ما باغيش راه هذاك الشيء منو سيدي عبد الحد من الدائره ديال بالنسبه لي زار. وصراحه كما تيقول لك لا يغير الله نفسا الا، فهمتيني؟ بنادم خاص هو يغير داك الشيء ديالو، هو يعرف كيفاش ينظم حياته كيفاش يدير بالنسبه على برا ولا في الدار ولا في اي بلاصه، زعما يكون بنادم شويه تيزيد من عقله كما تيقول. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.